على بركة الله نفتح الجلسة. ملف رقم 24 8 أبريل 2016. الماثل في قفص التيام هذا اليوم هو المسمى والمدعو محمد بوسعيد بصفته وزير الاقتصاد والمالية، هو أيضا قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار. سي بوسعيد شكرا على الاستجابة للدعوة أو الاستدعاء لكم. بلغة قفص التيام شحال أنت تلف ليا؟ بزاف. صيفط لك استدعاءات، صيفطنا اليوم تقريبا الإكراه البدني، جينا عندك حتى لهنا. ايوا استدعات الظروف انني جا الوقت. استدعات الظروف. طيب سي بوسعيد اللي كيكون معنا في قفص التيام كاينه واحد المسطره خاصه، ثلاثه ديال اللاءات باش كتبدا. اولا لا لرفض الجواب، يعني غادي نسولك غتجاوبني بلا ما تراوغني. ثانيا لا لطلب الشهود ولا الدفاع. وثالثا لا للغه الخشب. متفقين ولا كاين شي اعتراض؟ لا متفقين. متفقين. نتمنى القشابه تكون واسعه، حيت عاده الناس اللي كيحسبوا الفلوس داك الشيء سيري عندهم. بالعكس، هما اللي قشبتهم واسعه. هما اللي قشبتهم واسعه. حنا غادي نشوفوا. اقسم وانا اقول الحق ولا شيء غير الحق. اقسم على ذلك. اقسم على ذلك. اذا غنفتحوا المحضر ونبداو بالتحقق من الهويه ديال المشتبه فيه. سي محمد بوسعيد بن الشريف بن محمد بوسعيد وبن مفتاحة بنت محمد السرغيني. مفتاحة كتشاركوا في الاسم مع واحد، مع الرئيس ديالك في الحكومة السي بوسعيد. صدفة زوينة هذه. يا ربما صدفة خير من ألف. صدفة خير من ألف ميعاد. ألف ميعاد. شحال في عمرك سي بوسعيد؟ 54 سنة. 54 سنة. فين زاديتي؟ في فاس. في فاس. اللي كيتزاد في فاس وكيكون وزير كيقولوا له ولد في ملعقة، في فمه ملعقة من ذهب. أنت من هذا النوع؟ أبدا، أنا ابن الشعب. أبي كان عاملا وأمي، أبي رحمه الله كان عاملا وأمي يعني ربت بيت. بنيتي مسارك بنفسك؟ الحمد لله. الحمد لله. فين ساكن حاليا؟ في الرباط. ساكن في الرباط طبعا. في الرباط. الحالة العائلية؟ متزوج. متزوج. وليدات؟ ثلاثة الوليدات. الله يخليهم. الله يخليهم. المستوى الدراسي السي بوسعيد وزير المالية شنو قاري؟ اش عنده؟ مهندس بالمدرسة العليا للقناطر والطرق بباريس، MBA ديال القناطر والطرق أيضا بالدار البيضاء. قريب بزاف وصافي البيضاء. إوا على كل حال. واش حد ولا لأنك أنت مكافح في القراية، ولا شي حد وقف معاك، أو لا شنو بالضبط؟ أعتقد أن أنا من المدرسة الوطنية المغربية، في يعني خديت الباك في 80. والمدرسة المغربية، المدرسة المغربية القطاع الخاص العام. المدرسة المغربية قطاع عام. قريتي من ولاد الشعب بغيتي تقول لنا؟ قريت مع الناس، مع يعني البيئة التي عشت فيها. ولكن اللي كان والأساس، وأنا بعض المرات كنت سأل مع نفسي، أن المدرسة كانت تلعب واحد الدور كبير جدا في التدريس وفي إعطاء الفرصة للجميع. وربما أعتقد طبعا هناك لابد نقول ربما كان مجهود وكانت رغبة وكان طموح، ولكن في نفس الوقت أعتبر نفسي محظوظا أنني استطعت أن أخترق كل الشبابيك لكي أجد ربما مكاني في العالم، هذا العالم الصعب. في هذا العالم الصعب. عادة غادي يسمعوا الناس وزير المالية يقول لك بلغة الشعب هذا كيلعب بالفلوس. كيلعب ماشي كلمة. والتعويضات و و و وزارة الاقتصاد والمالية طبعا مسؤولية. مسؤولية صحيح كبيرة، هي من الوزارات وهذا معروف، الهامة داخل كل الحكومات، ماشي الحكومة ديال المملكة المغربية. طبعا عندها مسؤولية، عندها دور، لأنه هناك يعني العديد من الرهانات والتحديات التي ترتبط بالمالية العمومية بصفة عامة، ولكن بالاقتصاد الوطني. وأعتبرها من الوزارات اللي كنسميها بحال يعني كارفور، ربما كل القضايا وكل يعني الـ 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 يعني الملفات ربما او مش مليان ما قلتش كلها كتمر لابد عبر وزاره الاقتصاد والماليه. الاقتصاد والماليه. طيب كنت وزير، مشيتي لوزاره الداخليه والي مرتين ولا في ولايتين، رجعتي للحكومه كذلك، شنو احسن الداخليه بالمهمه في السلطه ام وزير الاقتصاد والماليه في ظرف ما سهل شيء؟
الحقيقة أنا أتساءل بعض المرات، ولكن الجواب أن ربما بعض المرات المسؤولية تختلف، ولكن يعني كتبدل لا كاسكيت، ولكن كيبقاو نفس المقاربة ونفس يعني الطريقة في العمل. ربما كما قلت صحيح أن ربما في مساري المهني كان هناك مسؤوليات مختلفة، حتى أنني بعض المرات ما كنلقاش حتى العلاقة ربط بينها، ولكن القاسم المشترك أنه الواحد يبقى في صفته مخلصا طبعا لوطنه، مؤمنا بما يقوم به، مهنيا في يعني مقاربته وفي عمله. هذا هو اللي مهم. المشاكل تختلف، ولكن إذا كان عندك هذه القناعة، لأن وزير أو مسؤول كيف ما كان الحال طبعا يأخذ القرارات، ولكن لا يشتغل وحيدا أو لوحده. هناك سؤالك كان أنه من بعد ما دخلت الحكومة الحالية في إطار تعديل الحكومي، من بعد ما انضم حزب تجمع الوطن الأحرار الأغلبية، كاين البعض اللي تسألوا كنت ربما من المفاجآت التعديل، كيفاش واحد اللي كان في حزب معين خدا مسار معين أرجع إلى العمل السياسي عن طريق واحد الحزب؟ أكيد قريتي ما كتب والتحليلات اللي تكتبات، كيف قررت العودة إلى العمل السياسي؟ حينما ينادي الواجب الوطني أينما كنت يجب أن تلبيه. شكون خبرك أول مرة أنك تكون وزير الاقتصاد والمالية؟ رئيس الحكومة أم رئيس الحزب؟ على كل حال الإخبار كان ربما ماشي من التفاصيل، لكني أخبرت بثقة المولوية الغالية بتعييني وزير الاقتصاد والمالية في حكومة في نسختها الثانية، ودخل التجمع الوطني الأحرار في ظروف أقول يعني ظروف جد صعبة طبعاً. صعبة سياسيا أو حكوميا على كل حال، لأن الناس ينسون أن في هذيك الفترة ربما عاش المغرب واحد عدة شهور في ما يشبه نوع من يعني الجمود، بعد أن غادر أحد الأحزاب الائتلاف الحكومي. وقل أنه في وضعية صعبة، لأن في نفس الوقت المسار الذي كان تأخذه مالياتنا العمومية والجو العام فيما يتعلق ب الثقة التي يجب أن تكون أساس، والتي هي الدينامو الحقيقي للاقتصاد، مع ذلك الضبابية طبعا ملي تكون بعض الضبابية وما تكونش الناس عندهم لا فيزيبيليتي وماذا يقع، تكون واحد نوع من الارتباك أو نوع من التساؤل. فدخلنا في هذيك الفترة، والحمد لله الحمد لله المجهودات ديال الجميع، أنا لست من الناس الذين المجهودات ديال الجميع، استطعنا في هذا الظرف توازن ديال التعبير، هناك تحسن كبير في كل المؤشرات المالية على الخصوص، من عجز للميزانية ومن عجز يعني الميزان الأداءات، ومن تحسين طبعا أو هذا اللي نفتخر أيضا به استقرار في المديونية. على كل حال المالية العمومية، وهذه بشهادة المؤسسات الدولية وبشهادة كل التقارير التي تصدر عن البلاد. طيب أنا غنسولك، أول مرة لقيتي برئيس الحكومة وأنت وزير، يوم التعيين أم قبل؟ وشنو قال لك أو شنو قلتي له؟ لا أذكر ماذا قلت له لما عينت في هذه الحكومة، ولكن أعرفه لما كان في البرلمان، كانت هناك يعني سلام وكلام. وآخر مرة تلقيتي به السي بوسعيد مع إلى بن كيران إمتى كانت؟ آخر مرة كانت في يوم أعتقد الخميس الماضي، كان هناك مجلس حكومي ما قبل الأخير؟ لا مش الخميس، يوم الأربعاء أعتقد، كان هناك اجتماع يعني مراسيم لتوقيع عقدة البرنامج فيما يتعلق بالتكوين المهني، وسوف أرجع لهذا لهذه اللحظة لأنه باشرت معه حديثا حول الموضوع الذي سوف يأتي. طيب أنا نقول لك سي بوسعيد، انت تقول لي علاش انا كاين في قفص الاتهام، نقول لك هو كتبان درويش لعباد الله، ولكن تسببتي في جوج الازمات في وقت ملي دخلتي الى الحكومه. كانت الواقعه ديال الصندوق ديال التنميه القرويه اللي قيل فيها الكثير، ثم جاء الملف ديال الاساتذه المتدربين اللي هو اخر. واش هذه صدفه ام بوسعيد كما يروج البعض
يحركه محرك من مكان ما باش يخلق البلبله داخل الحكومه. نبداو بالملف ديال الاساتذه المتدربين سي بوسعيد. لا بعدا خصني نجاوبك على هذه. جاوبني. لو كنت احرك لخلق الازمات داخل الحكومه ولوضع العصا في الحكومه ما كنت قمت بالعمل الذي قمت به داخل هذه الحكومه وبشهاده كل الحلفاء في مجال يعني تدبير هذا القطاع منذ البدايه. والاستحسان الذي يلقاه هذا الاداء حتى من طرف رئيس الحكومه في عده مبادرات، واتذكر انه ماشي لمره او مرتين كان رئيس الحكومه يصفق داخل المجلس الحكومي على عمل وزاره الاقتصاد والماليه. على الاقل اتذكر شيئين، المره ملي كانت نتائج المساهمه الابرائيه ووصلت الى ما وصلت اليه صفق، والمره الثانيه لما حلينا المشكل ديال البيتواغ صفق، والمره اللي عاوتاني حلينا داك الشيء ديال لي ديلي بيمون صفق. الحمد لله. لو يعني كنت كل مرة لو لا لا, لا يعني يصفق على عمل هذه الوزاره. فاذا كان شي واحد غادي يخلق الازمات اول يعني هذا شيء غير معقول. في هذه الحالات، ولكن في الحاله ديال الصندوق أن الناس او من يريد ان يخلق الازمه دائما تقلب على السبه. من يريد ان يخلق ازمه دائما كيكمل كيقلب على السبه. هذه غادي نرجعوا لهذه العباره. كنا نقول لك الملف مثلا، وان صفحه طويت ديال 50 مليار يعني كاين اللي كيقول لك راه مازال ما تبلعاش ليه رئيس الحكومه، حس بالشمته. مزيان نرجعوا اعتقد انه هو يتحاشى يعني الكلام عن هذا الملف، ولكن انا ما كنشوف فيها لا شمتة لا والو، لانه وقد قلتها يعني وقال في مجلس الحكومه لما كان هذا النقاش، قال ان كنت قد قلت لكم انني على علم سيطوي الملف. هذه مساله. شوف نرجع لهذه النقطه بالذات. هذا موضوع يخص العالم القروي الذي كانت فيه برامج متعدده للتنميه، لكن جاءت المبادرة الملكية السامية في الخطاب من أجل موضع برنامج متكامل ومندمج باش ما يبقاش كل القطاع الماء بوحدو والضوء بوحدو والطريق بوحدو إلى آخره، على الأقل فيما يتعلق بالالتقائية ديال البرمجة. قلنا ودي الالتقائية ديما كنهضروا عليها، شكون اللي كيحقق الالتقائية وبالفلوس؟ إلا كان عندك التمويل راه تيمكن لك تحكم في البرمجة، باش في نفس الوقت في نفس الدوار او في نفسي يعني الاهداف العامه السياسيه. قلنا ودي باش يكون هذا كاين واحد الصندوق ديال العالم القروي اللي يمكن له عبر ايضا المساهمات الاخرى، لان كاين المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، هناك صحيح الجهات. قلنا ودي نخرجوا من ذاك المقاربات القديمه القطاعيه الافقيه، كلها كيدير ذاك الشيء اللي قد عليه وفي ذاك الوقت اللي قد عليه، ونوحدوا المجهود باش نعطوا نتيجه مزيان. هذا الشيء اللي كاين مزيان، ولكن صندوق سياسيا كان الاسلم رئيس الحكومه يكون في راسه. هو خرج قال لك ما فراسيش. ما فرسوش ايش؟ ما فرسوش بانه توقيع ماشي لرئيس الحكومه. شوف غادي عاوتاني نرجعوا لهذا تحريك الماضي. هذا الصندوق قلبوا المواجع. هذا الصندوق من بين الصناديق العديده. رئيس الحكومه امر بالصرف لصندوقين، ويمكن لي نعطيك كل من الصناديق. هذا الصندوق وصندوق ديال التنميه البشريه، ولكن الصناديق الاخرى حوالي 60 ماشي رئيس الحكومه. طبعا رئيس الحكومة أن يكون آمرا بالصرف أو لا يكون، المهم أن العمل يكون المهم يكون في راسه. راه غادي يكون في راسه، لأن ملي كنديروا شي عمل شي برنامج راه حنا كنرجعوا عنده يعني لازم أن يصادق عليه. لأن حتى آمر بالصرف لا يعني ما كيدبرش الآمر بالصرف، ماشي هو اللي كيدبر الصندوق، اللي كيدبره هو ذاك اللي كيتعطاه التفويض. قلنا ودي اللي كيتعطاه التفويض كان هو وزير الفلاحه. دابا هو اللي يكون امير بالصرف، وحتى هو ما يبقاش يدبر لان تيعطي التفويض من بعد ان شاء الله اما للعمال والولاد او القطاعات الى اخره. اعتقد ان لن حين نشتغل في فريق في فريق، المهم ماشي من يعمل ماذا، كيف جميعا نعمل من اجل التحسن. طيب والبناء. هذه غادي ناخذ هذه الروايه ديالك السيد الوزير، وغادي نرجعوا الى ملف الاساتذه المتدربين. المجلس الحكومي ما قبل الاخير شفنا رئيس الحكومه في واحد الحاله ديال الغضب يمكن غير مسبوقه، وقال
كاين حكومه واحده هي اللي كتشوفوا فيها. كنتي حاضر انت في المجلس الحكومي؟ لا ما كنتش حاضر. ما كنتيش؟ كنتي غضبان ولا شي حاجه؟ لا لا ابدا لا ابدا. عندي وزير الاقتصاد والماليه لا يسافر كثيرا، ولكن هذه الفتره هذه في العده يعني. لكن اكيد شفتي تصريح ديال رئيس الحكومه اللي قال ما فرصناش اي مبادره، وخرج الناطق الرسمي باسم الحكومه فيما بعد لم نتوصل باي مراسله ولا مبادره، فاذا به كتخرج وثيقه فيها التوقيع ديالكم السيد الوزير كتقولوا ها شنو ممكن يدار في ملف الاساتذه المتدربين. السي بن كيران بعد خرج قال لك اودي مع متشاورتي مره اخرى ما فراسوش السي بوسعيد. لا انا هذه القصه من اين بدات؟ توصلت بمراسله يوم 28 مارس من رئيسي فريقين بمجلس المستشارين اللي هما أثر المعاصرة والاتحاد الاشتراكي. صحيح. السؤال كان واضحا وصريحا وبسيطا، اللي هو واش ممكن في علاقة طبعا مع الموضوع الأساسي المتدربين أن تكون هناك مباراة واحدة والتوظيف على دفعتين. باش نرجع عاد للتوظيف، التوظيف ما يمكن له يدار إلا ملي كتكون المناصب المالية. والمناصب المالية التي فتحت السنة لوزارة التربية الوطنية 7000 وهما بهم 10000. طيب فعوض ما يكون مباراتين تكون مباراة واحدة، ولكن التوظيف غيكون على أساس المناصب المالية ذات السنة والسنة المقبلة. سؤال تقني بسيط جدا أجبت عليه أيضا بتقنية بسيطة جدا بعد أن حررت طبعا داخل دواليب وزارة الاقتصاد والمالية، أن ذلك ممكن ولكن بشرط أن يكون هناك استصدار لمرسوم استثنائي، لأن التوظيف تكون بمرسوم. هذا لا يعني أنني اتخذت موقفا من الموضوع، لا يعني أني التزمت حول حل في هذا الموضوع، لا يعني أنني خرقت أو قلت بأنه هناك حل آخر غير الحل الذي هو مطروح. نسولوا علاش وبالتي جاوبت وزير المالية قام بمسؤوليته في إطار اختصاصاته المؤطرة بالمرسوم لوزارة الاقتصاد والمالية، وأجيب كل يوم على العديد من المراسلات التي تأتي إما من ممثلي الأمة أو من إدارات أو حتى بعض المرات مواطنين. الناس قالوا تقول لك ودي لا هذا خصو يدوز في مسطرة ديال الأسئلة الكتابية. الأسئلة الكتابية مزيان. شوف أسيدي، أنت تبعتي الاتهامات والأسئلة مزيان. وغادي نجاوب. شوف أسيدي. أسيدي. أنا يمكن لي نعطيك العديد من المراسلات ديال جميع الفرق بما فيها فريق العدالة والتنمية. والذي أجبتهم خارج هذا المسطرة. خارج المسطرة. طبعا لأنه الوزير إذا احترم ممثلي الأمة حول، لان ملي كتكون المسطره تكون في سؤال كتابي شفوي حول سياسه معينه حول قانون معين، يعني شيء عنده يعني وزن. هذا شيء بسيط يعني ليس فيه لا قانون ولا شيء بسيط يعني غير الحساسيه ديال الملف. سي بوسعيد انت ادرى احتراما لممثلي الامه أجيبهم، وإذا كان قد طرح حتى هذا السؤال من طرف الأغلبية كنت سأجيبه، وإذا كانت هذه التعود نعاودتني نجيب. أنا لسه أنا أجيب ممثلي الأمة من مبدأ الاحترام ليس من مبدأ أي حساسية أي شيء. وشنو شي واحد سولك لممثلي الأمة تقول له اسمح لي ما نجاوبكش؟ أنا إلا سولني كنت بلاصتك السي بوسعيد، كنت بلاصتك وزير الاقتصاد والمالية، جاني مراسلة خصوصا من البام، انت كتعرف الحساسيه. هذا هو المشكل، نقول لك هذا هو المشكل. هذا هو المشكل، هناك فرق في التعامل. اتعامل مع فرقي في البرلمان بمجلسي بنفس درجه الاحترام، لا اقل واكثر. لا هذا طبعا، هذا ولكن كل ما يحرك الوزير. ولكن من بعد ملي كندخلوا الاشياء اللي فيها سياسات حكوميه طبعا كتفرز الاغلبيه وكتفرز المعارضه، ولكن الاحترام والثقة وعدم المس يعني بالناس وبالأشخاص وباش نصنفوا ما عنده حسن نية وهذا عنده سوء نية، أنا لا أتعامل بهذا المنطق. واش ما كانش الأسلم سياسيا في هذا الملف الحساس وصلتك مراسلة تستشير رئيس الحكومة؟ أعتبر أن الجواب الذي قمت به اللي هو جواب تقني لم يكن هناك
ربما صحيح أن يكون في حساسية للملف، ولكن سيد رئيس الحكومة، لأن ذكرتني قلت لي آخر مرة شتو في اجتماع اللي كان توقيع على العقدة البرنامج التكوين المهني، وفاتحته في الموضوع ديال ديال الملف الأساسي ده، وقلت له اللي كان نهار قبل من المجلس الحكومي يعني الأربعاء. قلت له ودي هذا الملف طال إلى آخره، طلب مني منذ البداية لا أتدخل في هذا الملف. قال لك قالها لي باش نقول، قال لي هذا الملف هذا. طبعا استغربت كيف أنا وزير الاقتصاد والمالية وزير المسؤول بحزب مشارك للحكومة قال لي ودي هذا الملف هذا الله يخليك راه في حساسية وداك الشيء. بعد قمت هذا الشيء قبل ملي بدات الشرارة الأولى لهذا ما يا روج احترمت لحد يعني احترمت طلبة، لكن لما توصلت بالمراسلة فتحته في الموضوع قلت له ودي هذا الملف هذا تيس بلا قياس، هناك شباب من إخواننا المواطنين اللي يعني أملهم أنهم يعني يواجهوا الوظيفة، طال يعني خص الحكومة تأخذ مبادرة. قال لي ودي يعني لقيت فيه بين قوسين أقولها بكل صدق استجابة. قال لي ودي أنا خمس شهور وأنا كنتحمل هذا الموضوع، طبعا هناك مفاوضات. قلت له والله يخليك خصنا نشوفوا حل. قال لي ودي احنا خدامين فيه. خدامين فيه شكون هما؟ لا يعني لأن الملف ولكن كما يعلم كوزير مالية ما عندك علاقة من بعيد أو من قريب. لا الملف في إطار المفاوضات لا أقوم ولا أشارك في المفاوضات. ما عندك علاقة. ما عنديش علاقة. طيب. الملف يدبر في وزارة الداخلية والمفاوض هو السيد والي الرباط مشكورا وطبعا تحت إشراف السيد رئيس الحكومة. مزيان. لا أعرف تفاصيل المفاوضات ولا إلى أين وصلت إلى آخره. ودي مسألة عادية أن وزير المالية ما فراسوش؟ لا هذا اختيار. لا ماشي ما فراسيش تفاصيل. لكن فراسي الملف طبعا لأن ملي كنهضروا على المرسومين هاد المرسومين اللذان خلق هذه الضجة راه كان هناك جلسة عمل مع السيد رئيس الحكومة. لأن منين جت القصة؟ من أين؟ القصة أن وزارة التربية الوطنية اللي هي من أهم الوزارات فيما يتعلق بالوظيفة العمومية والموارد البشرية مناصب الشغل كتفتح لها مناصب الشغل في إطار التدبير ديال مناصب الشغل ديال 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 القانون المالية. طبعا هما ما تيكونش عندهم العدد المناصب حتى تدوز القانون المالية. إذا في السنة ديال مثلا اللي كنعيشوها دابا الآن هما خصهم تيدخلوا المراكز التكوين بعد ما كيخرجوا المناصب المالية. ما تيكونش هناك ربط بين المناصب المالية وبين هذوك الناس اللي كيمشيو تكون. تيوقع واحد الديكالاج وهذا عشناه لسنوات. معناه أنه تيكون مناصب مالية مفتوحة بكذا 5000 ولا 7000 ولكن في مراكز التكوين كيكونوا 8000 او 9000 او اكثر. كيكون مشكل. تيكون مشكل. هذا المشكل كان كل سنه كيتكرر. كنا كنديروا واحد العمليه ديال السودور يعني كندخلوا على حسب المناصب الماليه لان لا يمكن توظيف. وهنا كنتوجه ايضا لهذا الشباب اللي تيقول لك بغاو يخدموا دفعه واحده لا يمكن قانونا لان خصك مناصب ماليه. ما يمكنش قانون حيت ماشي هادشي اللي تفهم الجواب ديالكم. لا انا نجي الجواب. انا هضرت لك على مباراه ما هضرتش. قلت مباراه واحده في دفعتين لان حتى في الجواب مع كامل الاسف ما فهموش انه لا هناك من حوره بحال زعما بغى يقول لي راك انت ما كتفهمش. انا لم اقل انه خصني يكون مناصب خصني بالجواب باش المغاربه يسمعونا. هناك تحليلات اللي كدور. انا ادرى انا ادرى بالموضوع. وبعد لا نكمل في القصه. تفضل قصه المرسومين. قلنا ودي المبادره جات من وزاره التربيه الوطنيه مع وزاره الاقتصاد والماليه. قلنا ودي علاش نبقاو نكونوا اولا غير وزاره التربيه الوطنيه؟ علاش ما نوسعوش تكوين هذه المراكز؟ الحمد لله بلادنا مكسب نكونوا والإدارة وزارة تأخذ ذاك الشيء اللي في المناصب المالية واللي ما بقى واللي بقى غادي يكون مكون ويمكن اللي يمشي للقطاع الخاص. ولكن خرج في الجريدة الرسمية وبلاتي مش معطل. لا وبلاتي خرج كانت هذه لا ترانزيسيون يعني انتقالية. الإخوان اللي دخلوا في هذه لا بروموسيون هذه قال لك أودي لا هذا الشيء ما تطبقوش علينا حنا. قلنا له ما يمكنش لأن المرسومين راهم صدر في الجريدة الرسمية. ولكن صدروا من بعد المباراة. هنا أيضا جدل. علاش جدل؟ لا جدل لأنه يعني
كانوا على علم وقد اعترفوا بها وأنصت لبعض الإخوان من الممثلين كانوا على علم بالمرسومين قبل ما يدخلوا. والفهم كذلك بأن المرسومين مسألة ديال الحكومة كلها ماشي طبعا ديال رئيس الحكومة لا لا أو ديال الوزارة. لا لا طبعا قرار ديال الحكومة. القرار ديال الحكومة متشبت به. أنا ما كنقولش أن الحكومة الحد المرسومين لا يمكن لا يمكن. وهنا نقطة أساسية للإخوان هاد الشباب خصهم يعرفوها. لا يمكن أن يكون إذا كنا نحترم المؤسسات صحيح هي بالدولة ما كناش حنا مشيت نلعب نديروا مرسوم بعد نقول له لا ما بقاش ما يمكنش. لكن مشكل حصل. هل هناك حل لهذا المشكل في إطار المرسومين في إطار المناصب المالية؟ هو الحل الذي الآن فوق الطاولة ديال الحكومة. وأنا لما أجبت في السؤال هو كان في ولما جواب أجبت ديالك. في السؤال أنا لم أتخذ موقفا من الحل ولكن اعطيتي الناس ما اعطيتي فتوى ماشي حل لا لا فتوى لا اعطيت جواب عن سؤال. حتى هذه الفتوى حسب معلوماتي حسب معلوماتي ان حتى الاخوان رافضينها هذا يعني ما شنو شنو ما درتيها زوينه لا انا لا لا اين المشكل انا اين المشكل طبعا المشكل ولكن أقولك سياسيا ولكن سياسيا سياسيا ان هذا المشكل هذه خصو يتلقى له حل وسياسيا لاننا في السياسه هناك صحيح اخلاق ما يمكنش نكون خارج ما قررته الحكومه وما يمكنش ناخذ وهذا ما جاء في الجواب لم يكن هناك تناقض مع توجيهات الحكومه بالعكس نشفوها بانه ضربتي للناس. رئيس الحكومه في ظهره لا شوف لا اعطيني الجواب نقراها لك ويقول لي شي واحد أين ضربت رئيس الحكومة. أنا نقول لك السي بوسعيد هو القضية من الأصل بعض الخبراء بين مزدوجتين كيقول لك أولا الجواب ماشي أنت اللي كتبتيه كتبه مدير الميزانية لا لا هذا كيتعلقوا في كيتعلقوا في في الأشياء يعني القش هذا ما دير يعني الموضوع شوف 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 يا أخي باش نكمل شوف يا أخي لا لا شوف يا أخي فضل. مصير هؤلاء الشباب وهؤلاء الأساتذة المتدربين أكبر أو يعني أهم من كل هذه التفاصيل اللي ما عندها حتى شيء حيث مبدأ ما غنختلفوش ولكن فاش الناس كيقولوا هذا جواب تحت الطلب خرج من عند وزير الاقتصاد والمالية إرضاء لواحد الحزب سميته حزب الأصالة والمعاصرة من باب البحث عن إحراج واحد السيد سميته رئيس الحكومة عبد الله لم أقصد كيرا. إحراج رئيس الحكومة ولم أقصد إرباك الحكومة ولا أغلبيتها ولا سيد رئيس الحكومة لم يكن هذا قصدي أبدا نهائيا. أنا اللي تنقول أن هذا الملف اللي مهم جدا إذا كان هناك بعض الوسائط لأن الحكومة صحيح هي صاحبة القرار في إطار الحل اللي وضعته الحكومة وأنا لن أخرج عنه لأنه من اللي ممكن تخرج على القرار الحكومة راك تعرف شنو خصك باقي لك دير صافي وراش لك نفهم ناس لا 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 لم أخرج لا لم أخرج عن قرار الحكومة أعطيتي فتوى قرئ فيها وش لم أعطي فتوى أجبت بطريقة تقنية على سؤال تقني يواجه سيدي الأغلبية كانت تحط لي السؤال ونعطيها نفس الجواب جواب صحيح تقني. أنه لا صحيح أنه الحساسية ما خصهاش تكون لا في الموضوع لا من طرح السؤال أنا عندي ممثلي الأمة بحال 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 في نفس في الاحترام والثقة ولكن كيوصل رئيس الحكومة كيقول لك ما توصلنا حتى بمراسلة لا 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 والناطق الرسمي باسم الحكومة كيقول ما توصلنا ولا بمراسلة وكتخرج مراسلة جوابية موقعة باسمي وزير الاقتصاد والمالية هادو في هذه الحالة وكنسولني قال لي أنا أخبرت رئيس الحكومة بتوصلي بالمراسلة يوم الأربعاء الماضي صحيح وأكيد لم أخبره أنني سأقوم بالجواب قلت لي وصلتني قلت له سؤال أيه شنو كان رد فعله شنو قال لا ما قلت له ودي
يعني ذكرنا حول الموضوع لأن هذا الموضوع يستأثر باهتمامي كمسؤول سياسي. وأنا شوف السي رمضان، إذا ما كانش المسؤول السياسي ينصت إلى نبض الشارع ويحاول، لأن الحكومات لماذا خلقت؟ خلقت لحل مشاكل الشعب. ما يمكنش كمسؤول سياسي نكون غير يعني مهتم بهذا الملف ومعني به، لأن شكون اللي معني بهذا الملف؟ وزارة التربية الوطنية، وزارة الوظيفة العمومية لأنه ووزارة الاقتصاد والمالية، هذا هو يعني أنا معني وزارة معنية مباشرة بهذا الملف. شفتي البلاغ ديال رئيس الحكومة؟ فاجأني بلاغ رئيس الحكومة. الناس شافوا طبيعي، بالعكس رد فعل صارم ديال رئيس حكومة يرحم. حول ماذا؟ حول وزير بليه ما داخلش في الخط مع مزيان. لا ما كاينش هذا الشيء. لا شوف أسيدي. الاختلاف داخل الحكومة شيء عادي جدا، ماشي في هذه الحكومة، في كل الحكومات السابقة وفي كل حكومات العالم. شتي نقول لك حكومة وتكون هي بوحدها غير حزب واحد، غير يكون فيه اختلاف. يكون فيه اختلاف طبيعي جدا. كيوقع الفرق فين؟ كيوقع الفرق في طريقة تدبير الاختلاف. طريقة حتى إذا كان، لأنه يمكن لات عندهم حساسية منك السي بوسعيد في الأطراف الأخرى في الحكومة، كيقولوا أنت ربما قلبك مع جهة أخرى غير الائتلاف الحكومي. بعدها تيقول لك ودي إذا كانوا يدعون ما في قلبي، برافو عليهم، ما يعطوني الأدلة. أنا قلبي مع الوطن وقلبي مع القيام بمسؤولياتي والقيام مع أن أكون إن شاء الله، وهذا أحرص عليه دائما عند حسن الظن صاحب الجلالة، وقلبي مع قضايا الشعب والقضايا الإشكاليات التي تهمني في إطار مسؤولياتي وتهمني في إطار طبعا كمواطن عادي. أنا قمت شرح. أنا أشوف إذا كان هناك، خلي يعني المسألة اللي أنا انتقلت من التقني إلى السياسي. إلى السياسي. أنا مارست اختصاصاتي ومسؤولياتي في الرد على هذه المراسلة. قلتيش أنك أخطأتي مثلا ولا زربتي؟ ما أخطأت، ما زربت، ما ارتكبت جريمة. وين فريد جدلا؟ لان هذا بهذا الموضوع كل واحد اش كيقول؟ شي تيقول سوء فهم، شي تيقول ازمه، شي تيقول على كل حال. الناس بداو كيتكلموا على انتخابات سابقه لاوانها وحكومه اقليه. باش قلت لك الطريقه ديال تدبير الاختلاف تشير الى اني ما يمكن ان يكون خلف ذلك. انا فاجأني، اقولها بكل صدق يعني، فاجأني الرد لأنه يوم الأحد كان، أجي نقول لك ماذا كان سيضير إذا كان هناك اختلاف، أن يكون هناك طرق أخرى. غادي تعيط لهذا الوزير، ما عيط لكش رئيس الحكومة من اللي وقع ذاك الشيء؟ لا، تكلمتي معه من بعد في قضية نهائيا؟ لا، يقولوا لكم خاصمين عاوتاني ولا شي حاجة؟ لا لاش نتخاصم معه. أنا ما دمت في الحكومة، أنا ما جيتش للحكومة باش نتخاصم، أنا جيت باش نشتغل صافي. علاش ما اتصلتيش انت هز التليفون ديالو قول له السيد الرئيس راه كاين سوء فهم، اجي نتلاقى بك، شنو فيها؟ لا خرج، انا ملي خرج البلاغ ما عنديش انا نقول. هو رئيس الحكومه هو المسؤول، واخا كان ممكن يكون هناك ايضا امكانيه، دابا الامكانيه انه تجمع الاغلبيه واجتمعت وكان هناك حوار صريح وصدر بلاغ انه هذه التجربه التي تشرف على نهايتها والتي ساهم فيها حزب التجمع الوطني الأحرى كما كان دائما في إنجاحها كما أنجح تجارب أخرى سوف يحافظ عليها إلى النهاية، ها هو ده إلى آخره. هذه الأمور إلى مجاريها. شوف وكان لك قال وتنبأ بالإقالة ديالك السي بوسعيد، خلك صافي بوسعيد هذه الأخرى دياله في الحكومة. الغيب يعلمه الله. ما عندكش إشكال في هذه القضية؟ أنا ضميري مطمئن فيما قمت به. ياك ماشي بنية سيئة بين مزدوجتين، بالنية اللي تكلمت عليها قبيلة. النية الحسنة. في نظرك السي بوسعيد وهذا الشيء كله وقع، الملف ديال الأساتذة المتدربين غادي كيسخن بكيف ما كيقولوا المغاربة؟ الله يرضي عليك، دابا جيتي للموضوع اللي مهم.
داكشي اللي داز بالنسبه لي. لا لا داكشي اللي داز الموضوع هو هذا ديال ما علم انك سكتي بزاف، علاش بقيتي ساكته سي بوسي؟ انا قلت لك طلب مني ان لا اتدخل في الملف ولا ما اتدخل. ومن بعد ما وقع هادشي علاش سكتي؟ علاش ما درتيش توضيح؟ علاش ما تكلمتيش؟ تاخرت على الجواب لانني كنت مشيتي للسعوديه ولا البحرين ولا ما عرفت فين كنتي. لا حصل وكنت في مهمه على كل حال في ندوة كبرى بباريس حول الهندسة المالية الدولية، ما نعمرش راسك بهادشي. وكنت أيضا في المنامة لاجتماع السنوي لمؤسسات المالية، كنت أشتغل ورئيس حكومة فراسو بلي مشيتي ولا ما فراسوش؟ طبعا فراسو عندك عاوتاني خرجني شي بلاغ يقول لنا راه ما فراسوش. لا 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 طبعا طبعا لا لا طبعا هاد القضية ديال العلاقة مع رئيس الحكومة خص يعني يكون واحد النوع من بين قوسين من التوضيح. تفضل. كل يوم أتخذ العديد من القرارات، ممكن ليش نقول لك شحال، لا أستشيره لا ولا يمكن. ولكن دابا يمكن ما بقاش الثقة بزاف. أنا عندي الثقة في هذه الحكومة باش نكمل إلى النهاية. المشكلة أنا قلت لك ملي يعني الواحد كيدير العمل ديالو بمهنية، وأحاول بمهنية ولكن الحمد لله بإخلاص وبحسن النية، راه دائما النية كتغلب قلة النية. النية كتغلب قلة النية. سبق لكم اصطدمتوا السي بوسعيد سواء داخل مجلس حكومي مع أو مع السيد رئيس الحكومة؟ أبدا أبدا. شي مره ما عجبكش قرار خداه او توجيه؟ لا 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 ماشي اصطدام، لا يمكن نعبر على رايي. وهنا هذه نقطه ايضا مهمه جدا، ان اكثر ما او اغلى ما يمكن ان اتمسك به هي ان تبقى لي حريه الراي. طبعا التزم للقرارات ديال الحكومه، ولكن سأبقى حريصا على حريه الراي وابداء الراي والمساهمه اذا كانت هناك مساهمه في حل الاشكاليات. لان هذه الحكومه لاش قاعده تصلح الا ما كانتش كان عندنا نفس يعني التوجه للبناء وللاصلاح ولإطلاق المشاريع. كانت تدريب سي بوسعيد، سمعنا كيف ما قلت لك سابقا انتخابات سابقه لاوانها، بوسعيد الاقاله ديالو، الاحرار يخرج من الاغلبيه، وشي حاجه كتوجد بغيتو تخرجوا قبل الوقت او لا ناويين تكملوا بالمعقول؟ وكنا بغينا نخرجوا قبل الوقت ما ندخلوش كاع اصلا. علاش غندخلوا؟ حيت ما داك الود الحكومي ما حاضرش بزاف. لا علاش غندخلوا؟ علاش ما بقيناش كنتذكروا على الحكومه في نسختها الاولى؟ تناسيناها دابا كن. لا شوف الحكومه هذا عاود ناكد واحد القضيه، ان يكون اختلاف ومطبات وحوادث شيء طبيعي. صراحه السي بوسعيد شيء طبيعي صراحه، لكن خصنا يبقى دائما الاشتغال في نطاق الاحترام وفي نطاق الثقه وفي نطاق الاخلاق. ماذا كان سيقع؟ لان شوف انا اؤمن بالحوار، كيف ما كان المشكل صعبا كيف ما كان بالحوار كنوصلوا للنتيجه. وما تنقولش انه ما كانش اختلافات راي داخل الحكومه، هناك اراء مختلفه. احنا دخلنا على برنامج توافقي، كاين حساسيات مختلفه، طبيعي جدا يوقع الاختلاف. طبيعي. ولكن من حيث ولا على مستوى تدبير رئيس الحكومه العمل الحكومه، كنسمعوا كلام وكلام، كاين البعض اللي كيقول لك هو من النوع اللي كيبغي يشد كل شيء بين يديه، صحيح هذا الشيء؟ لا هي بعض الحوايج ماشي كان ما يقدرش يشد كل شيء بين يديه. بعض الحوايج لا كاين شي ممكن ليش يشد كل شيء بين يديه. الدليل انه تقلق فاش سي بوسعيد جاوب الناس ديال بام والاتحاد الاشتراكي. شي حاجه ما هياش واقيلا، شي خديعه كتوجد ليه؟ ما نجاوبكش على هذا السؤال، واخا داك لا ديالك ديالك لا 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 نجاوبكش. طيب السؤال هو ملف الاساتذه المتدربين، السنه بيضاء ان توقعوها؟ اتمنى. انت وزير الماليه دابا يعني شوف من الناس اللي عندهم المفاتيح للملف. شوف الا كان هذا البرنامج ديالك اللي شحال هذه وانت تطلبني وموجود، اتمنى ان تمر فقط هذه رسالة، أن ننسى كل ما مضى. وكنتوجه لهاد الأساتذة المتدربين. تنقول لهم أودي ما تضيعوش هاد السنة ديالكم، ما تخليوهاش دوز سنة بيضاء. الناس كيقول لك أحرقنا الزوارق. لا 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 شوف صافي. لا لا شوف هذه بلد مابقاش تراجع. لا صحيح أن الملف
ونكون بكل صراحه تعقد وتعشب تشعب تشعب وتسيس اكثر من اللازم. لكن هاد الناس هاد الاساتذه المتدربين لا يمكن ان يكونوا ضحيه. شنو الحل دابا؟ الحل شوف انت وزير الاقتصاد والماليه حسب معلوماتي هناك. لا غتقول لي ما بقيتش ندخل في هادشي. لا 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 علاش ما ندخلش دابا ملي وقع مع وقع وخرج بالغ معلوم غندخل غندخل واتدخل الان مباشره امام الراي العام لاقول الشيء الاتي. اولا المطالب بالغاء المرسومين غير ممكن. غير ممكن هذا لان شوف لانه ما يمكنش الدوله هذه ماشي اللعب. واخ مزيان انه كل شيء يدخل في السنه غير ممكن لان ما كاينش المناصب الماليه. ان الحل الموضوع الان ديال انه هناك التزام حكومي بالتوظيف على دفعتين ياك. واعطيت طبعا في هذا الاطار كل المعطيات وهذه الدوله التي يعني الحل المقترح حكوميا هو الموجود. طبعا بقات ربما الا كان شي اليات باش هاد الناس يطمئنوا ممكن ولكن في اطار هذا الحل. واخلاقيا لا يمكن انني نتعشى مع هذا ونتغدى مع هذا. ما يمكنش نقول اودي هذا الحل لانه في هذه الظروف ليس هناك الا الحل الحكومي الان الموضوع على الطاوله. وابدا لم اقل عكس ذلك انني مع حل اخر. قتل الفتوى ان صح التعبير ديال المباراه واحده هذه كنعتبرها غير متناقضه مع الحل الحكومي لان فقط اليه من الاليات. لان شنو الحل الحكومي؟ توظفون على دفعتين في اطار مناصب القانون الماليه وفي اطار المرسومين. الا كان الاخوان يتفهموا انه ربما لانهم على حسب معلوماتي تقول لك لا ما تيقينش حنا خصنا كل سوابق في هذه الحاله. الا كان هناك ادوات علاش لا نشتغلوا عليها. ولكن اقول اعود اؤكدها انه ليس هناك حل الان الا الحل الحكومي. ونتمنى الاخوان الاساتذه المتدربين ان يعود الهدوء لان ملي توقع الشوشره الى اخره والبوليميك لا تفضي الى الحل. اي بوليميك غادي يوقع غير تصعيد الانتخابات الجايه. هذا الشيء اللي كاين دابا. ما باغي نديروا الانتخابات بهذا الملف السي بوسعيد كل حزب باغي يربح منه شي شويه. هذا اللي اعتقد ماشي انا يعني ما يمكنليش ايضا نحكما على النوايا ياك وان كنت سياسيا. ولكن اقولها لكم بكل صراحه ان في منطقي وفي عادتي وفي مقاربتي للاشياء يجب وضع الصالح العام والصالح للمواطنين قبل اي حسابات سياسيه. سي بوسعيد ولهذا تنقول اودي لك انت ربما لانه ولكن عاوتاني باش نكونوش سذج ماشي كلشي عنده نيه حسنه. لا لا ماشي نكونوش السياسه ما فيهاش السذاجه. سمعنا السي الازمي اخر مره والوزير المنتدى لا فيهاش السذاجه. غير نقول لك لا بغيت نقول لك الا كان الناس اللي كلهم يحاولوا يدخلوا ويقنعوا باش يلقى الحل ما المهم ماشي مشكل ما كيهمكش ان الحل اللي يجي من عند البام او الاتحاد الاشتراكي او العداله والتنميه. لا القرار لا يا بلاتي لكن القرار كتاخذه الحكومه لا سبعان. لا القرار لا يمكن ان يكون قرار من غير قرار الحكومه. رئيس الحكومه قال لنا داك الشيء الحل اللي اقترحناه هو اللي كاين لانه الان نسد البيبان. لانه الان لا مش لا شوف الان في هذا الملف وانا قلت لك ما عرفتش كل التفاصيل راه داولوا كل الاشياء. اعتقد ان المطالب ديال الاخوان ديال الاساتذه المتدربين لا تتلائم مع ما يمكن تلبيته قانونيا ياك ومستريا وفي اطار التنظيمات. شنو تقترح السي بوسعيد انت وزير الاقتصاد والماليه؟ نقترح عليهم اقترح حل من هذا المنبر. لا لا اش تقول لهم؟ لا انا ما انا قلت لك انا لست طرفا في التفاوض. لست طرفا في التفاوض ولكن اذا قبل السيد رئيس الحكومه ياك وفوض لي ممكن ان اتفاوض معهم ولكن بشرط. بشرط اللي هو ان يقبلوا الحل ولكن في اطار الحل في اطار هذا الحل يكون في اطار الحل كل مرونة باش نعاود ناكد. لا في اطار هذا الحل لانه هو اللي الان كاين هو اللي فوق الطاوله هو القرار الحكومه ولن اخرج عنه. الا كانوا شي اشياء شي ادوات باش ان الامور
تاخذ مجرى طبيعي، علاش لا؟ ما كاينش مشكل. شنو هو المشكل؟ طيب سي بوسعيد، من قبيله انت كتقول الحكومه وجدت لحل مشاكل المواطن. صحيح. ها الملف ديال الاساتذه المتدربين غادي نقولوا عطيتي فيه فتوى وفهمت بشكل خاطئ. فهم انها فتوى. فهم انها فتوى وفهم ان السي بوسعيد رجل في الحكومه ورجل عند الاعلام ديال الحكومه، ولكن كاين ملفات اخرى اجتماعيه السي بوسعيد. تقاعد مثلا النقابات مقلقه. الحمد لله غير اللي بعد هذا البرنامج ديالك اللي فيه المحاكمه، لان لا بقى كل شيء كيحاكم بوسعيد رجل هنا ورجل هنا. لا لا نجمع كل شيء. لا 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 ارفض هذا الوصف، ارفض هذا الوصف. معلش انا رجلي في الحكومه بجوجهم، بجوجهم في الحكومه، واذا لم الى طشت رجل على الحكومه غنخرج حتى رجل الثانيه، لان هذا هي سنه الحياه. اما ان اذا كنت في الحكومه يجب ان تلتزم بقراراتها وتوجيهاتها. الا ما بقاش عاجبك الحال اخويا وما بقيتيش متفق معها، راه كاين طرق اخرى. مزيان، الميساج واضح ويفهموا اللي خاصو يفهموا. ملفات الاجتماعيه الاخرى السي بوسعيد، تقاعد نموذجا، نقابه مقلقه على الزياده في الاجور، تقاعد باغي نزيدوا في السن وترفعوا في المساهمات وتنقصوا في التعويضات، وراكبين دماغكم كحكومه بانه الحل اللي اقترحته هو اللي غادي يدوس. حنا البلوكاج انت في مجلس المستشارين ما تناقش شيء. شوف التقاعد ملف شائك جدا، ماشي في المغرب، في العالم. واضح. شوف راه ما كاينش اصلاح، لكن والاخوان ديال النقابات واتصلت بهم في اطار طبعا اللقاءات، لان هذا الموضوع ديال التقاعد اشارك عندك شي مراسله وتجاوب. لا 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 هذا ما قال ليش ما تكلفش به، هذا قال لي تكلف به. تكلف. لا 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 شوف في الفلوس بزاف. النقابات مقتنعين كل الاقتناع ان خصو يكون اصلاح. علاش؟ لان النقابات ايضا، وهنا كنحييهم، وانا من الناس الذين يدعون الى تقويه النقابات، لانهم يلعبون دورا اساسيا في يعني الانترميدياسيون، يعني الوساطه. سميها الوساطه. الوساطه خصنا نقوي دورهم. طبعا هما تلعبوا دورهم او كيقومون بدورهم كنقابات، هذه صحيح. مقلقين. لا لا بلاتي والحكومة تقوم بدورها في الإصلاحات، لأن كتشوف المشاكل اللي غادي تجي فيما بعد. أنا أقول لك أن النقابات مقتنعين أن خصو يكون الإصلاح، مقتنعين. طبعا هناك وجهة نظر. طريقة الإصلاح مختلفين فيها. هادشي اللي بغيت نقول لك، طريقة الإصلاح كانت هناك دراسات، ماشي مرة ماشي جوج ماشي ثلاثة، كانت هناك اللجنة، يعني هاد المقاربة والدراسة استنفدناها. اللجنة الوطنية والعدة الاجتماعات والدراسات الاكتوارية والمجلس ديال الحسابات والمنظمة ديال العمل، كل شيء أثبت أنه هاد لي ربعة ديال لي باغامتر خصهم يتقاسوا. لأن شنو هو التقاعد؟ التقاعد كيتقاس يعني بالديمومة ديالو. هادشي الناس فاهمينه السي بوسعيد. الا زولتي هذا هو الخطاب للحكومه منذ شهور. الا زولتي شي معيار من هاد المعايير غادي تقلص الديمومه ديال الاصلاح. ولهذا الاصلاح اللي جابت فيه الحكومه اللي هو معياري اللي خصو يقول اللي خصو يمس هذا ربعه ديال العناصر، يعني ولا بد منها في يعني لا بد يكونوا مجتمعه. والا غندير واحد الاصلاح وعاوتاني من بعد عامين ولا ثلاث سنين غنقولوا سيدي داك الشيء ما كافيش، راه نديروا اصلاح. هنا فين كيقولوا الناس المتابعين ان الحكومه بين مزدوجتين خدات الحل الكسول اللي هو داك الشيء ساهل، زيد على الناس نقص ليهم. لا شوف لا نقول لك يعني المواطن هو اللي يدفع الثمن. لا شوف التقاعد راه حتى هي بحال الميزانيه، عندك نفقات وعندك موارد، الموارد كتجي من المساهمات والنفقات كتمشي لي بونسيون للتقاعد. دير حسبها كما بغيتي، في التالي تيبقى حساب. حساب يعني. ولهذا حتى هذا الموضوع وهذا الاصلاح راه بغيت ناكد داس في المجلس ديال الاقتصادي والاجتماعي وكانوا حاضرين الاخوان النقابات ومطلعين عليه. طبعا شنو الحل دابا؟ بلاتي الا ما درناش هذا الشيء جوج الحوايج او ثلاثه الحوايج اللي هي اما
اننا من بعد عاوتاني 3 سنين ولا 4 سنين عاود نقولوا خصنا نزيدوا اصلاح. اما غادي يجي واحد الوقت هاد الناس المتقاعدين من الموظفين ما يلقاوش التقاعد ديالهم وحتى هذا مرفوض، واما خص شي واحد يخلص. شكون اللي غيخلص؟ اذا المسكين هو اللي يدفع. لا ماشي مسكين، هذا موظف يا اخي، هذا موظف يا اخي، هذا موظف عنده اجرته في اطار التضامن. يمكن صحيح غتزاد عليه واحد شويه، صحيح غيزيد واحد سنه ولا سنه، يزيد ثلاث سنوات طبعا بالتدريج يعني حتى الاصلاح راه مذاقه مر، ولكن هناك يعني واحد النوع من يعني الاستعمال يعني بعض سويتنا يعني باش دوزوا. ولهذا يعني كنفهم بان الحل ولا المقترح اللي عطاته الحكومه هو اللي كاين، ما كاينش فيه المرونه مثلا عاوتاني. لا اذا هنا ديتيني الموضوع اخر. الحكومه قبلت ان تفتح عاوتاني حوارا اجتماعيا، وغادي يستقبلهم السيد رئيس الحكومه، غادي نشوفوا ما يمكن ان يتداول فيه، ولكن كن متيقنا انه لا محيد عن الاصلاح. راه ما كاينش زعما ماشي راه لا محيد عن الاصلاح. نشوفوا كيفاش ايضا دفع الاصلاحات، غير الاصلاحات اللي كيدفع فيها المواطن الثمن، التقاعد، المقاصه حتى هي رفع الدعم، ما المقاصه؟ المقاصه الحمد لله البترول الان حيت نازل البترول. ايوا نهار يطلع البترول شوف لا لا كاين كاين لا شوف الحكومه ايضا وجدت باش تقوم بدورها، لان هناك الاهانات هناك، والحمد لله المغرب عرفتي علاش تقدم وعرفتي علاش جانا الاستقرار الحمد لله من الاستقرار، لانه بقياده صاحب الجلاله حفظه الله كانت هناك عمليات او كانت هناك مبادرات استباقيه منذ ان اعتلى العرش في 2000 واطلق اصلاحات كبرى في جميع الميادين اقتصادية وسياسية واجتماعية وفي المجال الديني، وفي اللي جعلت أنه الحمد لله يعني المغرب يعني يتقدم وقوي بمؤسساته. وهنا أيضا هذه مهمة جدا، لأن بعض الناس يقول لك أنا أحترم المؤسسات ومثل الأعلى في ذلك صاحب الجلالة حفظه الله. هنا تنقول لك ودي هذا الملف ايضا ديال التقاعد خصو تكون فيه واحد النوع من الاستباقيه، لان ممكن ايضا ونقولها لك ممكن ايضا نقول اودي هذا الملف ما نمسوش وغادي تجي عاوتاني حكومه اخرى، ولكن كل يوم ديال التاخر او كل شهر كندفعوا فيه الثمن. ايه ولكن الناس كاين المؤاخذين ديالكم عدم القيام بالاصلاح في وقته كيصعب الاصلاح، تيكون صعب الاصلاح وكتكون الكلفه ديالو اكثر. ولكن الناس كيجاوبوكم بطريقه اخرى، كيقول لكم اختاريتوا الحلول السهله واللي تراهينا ديال المؤسسات الدوليه. لا لا شوف كتقول لكم ديروا حاجه كديروها. شوف الاصلاح ديال هذه الحلول السهله ما شداش، ما شداش، لا ما شداش، لان في العالم كله الاصلاح ديال التقاعد هو اللي كنباشروه. معناه كدير، لان هذا الاصلاح عنده على مرحلتين، اولا الاصلاح المعياري كتزيد في هذا فعلا وتقصد، والمرحله الثانيه هو توسيع القاعده، يعني كنضموا ذاك الصناديق باش يكون واحد النوع من التضامن. لان شنو هو التقاعد؟ راه الاصل ديالو هو التضامن. كاين اللي قالوا لكم التقاعد الوزاره مثلا، السيد الوزير مالكم ما تقربوا ليه وديروا ليه شي اصلاح حتى هو؟ سمعتي وتابعتي الجدل اللي كان في الاونه الاخيره؟ لا 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 تابعت الجدل طبعا، هذا ايضا قرار غادي السيد رئيس الحكومه في علمه، هذه في راسه نشوفوا شنو غادي يديروا من بال بان الامر في راسه. على كل حال سي بوسعيد، ثلاثه ديال الاسماء في نهايه، وقبل منا نقول لك الحاله الماديه ديال المغرب كي دايره دابا؟ الحمد لله الحمد لله ما عندناش وما خصناش. لا الحمد لله، لا مع الكريديات قال لك غرقتونا كريديات هذا الوقت. لا لا اولا الكريديات باش نطمئن المستمعين ديالكم، راه لا خوف من مستوى مديونيتنا. انا عاد راجع من ما كما قلت لك لا الندوه ديال هذا، وخصك تسمع الناس كيقولوا على بلادنا التنويهات الحمد لله والاستحسان للمسار الذي تاخذه بلادنا في جميع المجالات.
بقيادة صاحب الجلالة حفظه الله في جميع المجالات. بلاد رأسنا طلع الفوق، هزينا رأسنا في المجال المالي، رحنا ماشيين في واحد المسار إيجابي، ولكن اللي أهم أننا نقاوم حافظين، نقاوم حافظين على هذا الروح. هادشي ملي كتقولوا رئيس حكومه كيعجبو ياك؟ لا لا لا، ماشي كرئيس الحكومه، ما نقولش حاجه اللي كان، انا كان دابا كنتوجه للمواطنين. رئيس الحكومه على لا لا، كنا خصنا نبقاو محافظين على الروح ديال الثقه وديال التعبئه وديال الاحترام وديال العمل. هادي راه ماشي ماشي، شوف رئيس الحكومه ما عندوش مونوبول هو فقط في هذه، راه حنا ايضا نشاطره ونشاركه في 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 يعني في الـ في الـ في الـ يعني الـ العمل، لان كما قلت لك دخلنا على واحد البرنامج توافقي. ما يمكنليش نقولوا عاوتاني دابا الناس الراي العام تيشوفنا راه حنا لداخل في الحكومه وحنا ما متفقين حتى على حاجه، بالعكس. ونزيدك واحد القضيه، زيدني، لانه ملي كنمشيو كنهضروا تنقولوا الاصلاح، هذه الاصلاحات الحصيله نحن مشاركين فيها، ولكن في الاونه الاخيره بحال كاين تحفظات، بحال كتبرؤوا من شي امور اللي سوف نكون، لا لا سوف لا سوف نكون غير مسؤولين. لا اسمح لي، هذا هو فهمتيني. اذا كتحملوا المسؤوليه ديال الحصيله في الحكومه؟ اه طبعا، اه طبعا، شنو طبعا واضحه طبعا. انت نقول ولكن واش هذه الحكومه حقات كل شيء؟ اجبر لك انت في لا وزاره الاقتصاد. لا لا، مثلا السي بوسعيد شنو كان خاصه؟ لا هذه هذا ليس نقصا من ما قامت به الحكومه، باش نأكد، لأن الطموح تكون دائما أكبر من ما يمكن أن تقوم به يعني في الـ في الـ في الواقع. إحنا طموحاتنا أكبر، وطموحاتنا أنه طبعا هناك يكون هناك تحسن في أشياء أخرى متعددة في ميدان الشغل، في هذه كلها طموحنا، في إصلاح القطاع اللي هو من أهم القطاعات، واللي هو اللي هو قبيلة كنهضرك على السباقية. راه الا صلحنا قطاع التعليم نسى ما بقي كله، لان الا صلحتي التعليم ودكتي مواطن راه هو غادي يدا غيصلح لك التقاعد وغيصلح لك هادي ويصلح لك. طبعا ثلاثه ديال الرسائل سي بوسعيد توجهها، الاسم الاول اللي غتهضر معاه وسي عبد الاله بن كيران رئيس الحكومه، اش تقول ليه؟ انت شحال هادي ما تكلمتيش معاه؟ حنا نسهلوا لك الماموريه باش اليوم يسمعك. ما محتاجكش باش تسهل لي الماموريه، غادي نشوفه وغادي نتذكر معاه. شنو تقول ليه والو امام الراي العام؟ خلي الكلام اللي كيكون بيناتكم في التفاصيل وفي لا, لا لا لا، شي حاجه اللي تتكون هذا خاصه. لا, لا انا ماشي نقول لك هذا قال لي وهذا نقول له وهذا ما قلت له وهذا هذاك الشيء ما، وهذا جا قال لي وهذا ما قلت له، هذا الشيء ما عنديش. انا سير رئيس حكومه، رئيس مؤسسه لمؤسسه رئاسه الحكومه، اكن له الاحترام الكامل وهو يعرف ذلك، وهو يعرف ذلك. وطوي هذه الصفحه عاف الله عما سلف. لا يعني انا ما انا انا ما درت صفحه باش نطويها. اللي دار شي صفحه يطويها، الميساج واضح. اللي دار شي صفحه غيطويها. الاسم الثاني ادريس الازامي الادريسي، الوزير المكلف بالميزانيه. اش نقول عليه او ليه؟ ما بغيتيش تعطي رساله تقدر تتكلم عليه مثلا؟ انتم مشتغلين؟ لا مشتغلين يعني ما كانش طبعا اخذته، وهذه يمكن لي نقولها، اخذته يعني على انه قام بتدوين البلاغ، قلت له على الاقل لا، ودابا حنا شاركين الوزاره وفي الطعام على الاقل لا، قول لي نعرف يعني انا يعني اخذتها بالفعل، هذه اخذتها هي فعل طعنه. ما يمكنش ما عجبكش الحال؟ وما يمكنش الراجل كتشوفه كتهذا وموقع على الاقل لا يهز التليفون يقول له ودي راه كاين مشكل راه خلق، انا هادشي كله ما فراسكش. انا ما فراسكش، هادي اللي ما فراسكش انت. بلاغ ما فراسيش. وشنو جاوبك السي الازمي اذا ما كانش فيها افشاء للسر؟ ما قلت لك ما تنقولكش ما قال لي وما قلت. المجالس امانات. الرساله الثالثه توجه للاساتذه المتدربين والنقابات. الاساتذه المتدربين غادي نقول لهم ويسمحوا لي، يسمحوا لي ربما غادي تكون بين تقدوني على ما اقول، ولكن يسمحوا لي رجاء رجاء اناشدكم باش تغلبوا الروح الوطنيه في هذا الملف هذا
رحنا نتفهم، رحنا قلبنا الملف غير يرجع الهدوء، لمن كيرجع الهدوء وكيرجع الحوار راه حتى شي مشكل، حتى شي مشكل ميمكنلوش ما يكون عنده على الاقل حل واحد، رجع الهدوء وراكين الامور وترجع الثقه وما نضيعوش المستقبل ديال هاد الاساسي ديال المتدربين وما نمشيوش في شي اشياء، وهما راه حتى هما مواطنين، وحتى هما انا هي اذكرهم انهم وهم من اصحاب الشهادات راهم كانوا حتى هما في المدارس ويعرفون دور المدرس ودور المعلم. نرجعوا للامور، خلينا نغلبوا المصلحه العليا، ولكن في نفس الوقت اقول انه راه تفهمنا الوضع وعارف المشكل، دابا نرجعوا عاوتاني للطاوله ويقبلوا هذا الحل اللي هو الحل ديال الحكومه، لان ما لا ارى هناك حلا غيره ولا يمكن الان، ولكن في الحوار كما قلت يمكن يكونوا بعض الادوات ولا بعض الاشياء يمكن داخل الحل باش من والنقابات. سي بوسعيد اش قول لهم؟ النقابات احييهم واحيي النضال الذي قاموا به، و يعني ايماني لان اؤمن بكل صدق ان لا النقابات ولا الاحزاب ولا المجتمع المدني بصفه عامه، انا ماشي من الناس اللي كندير هذا معايا هذا ضدي هذا حسن النيه هذا، راه كلهم عندهم نفس الحب للوطن ونفس الهدف لخدمه الوطن. تقول لهم اودي قوموا بدوركم، هو يقومون به طبعا للدفاع عن يعني الشغيله. تنقول لهم اودي اللي اهم ماشي لا بد هو فقط تحسين الوضعيه، ولكن اللي اهم هو نشوفوا هذاك العاطل كيفاش كاملين نوفروا له الشغل باش نحولوا ايضا واحد النوعيه ديال الاهتمامات داخل النقابات. وتنقول له مودي في هاد الملف ديال الحوار الاجتماعي غادي تكون رغبه اكيده ديال الحكومه رغبه ايجابيه، تكون عندهم نفس الرغبه الايجابيه باش نحولوا على بلادنا. طبعا راه الناس وطلقوا يديكم تانتوما شويه معاهم السي بوسعيد. اودي شوف الله يجيب لنا ان شاء الله منين نعطيو. طبعا هذه السنه كما يعلم الجميع سنه فيما يتعلق بتاخر الامطار الى اخره، ماشي سنه سهله. بدا ياخذوا والنقابات انا كنعرف فيهم واحد القضيه واحد الخصله مهمه جدا هي لان حاورتهم اللي هي كيشد عاوتاني من بعد كيمشي يطالب، كيشد شي حاجه عاود من بعد يمشي يطالب. ولا وفي ومزيانه زعما ماشي هذه النقابه، هذه النقابه. سي بوسعيد هل لديكم اقوال؟ احييه من هذا المنبر. هل لديكم اقوال اخرى قبل ما نغلقوا المحضر ديالكم؟ انا سولتيني جاوبت. شكرا لك. غنغلقوا المحضر والحكم كيف العاده للمستمعين. شكرا سي محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والماليه. شكرا كريم نيتسي مريم صلاح رفعت الجلسه. شكرا.